أهلا بكم مشاهدينا من جديد. هذه المرة نذهب إلى الأسواق العالمية التي يبدو بأنها اليوم تسجل حركة من الارتفاعات، بالأخص على يورونكس 100 اليوم بعد الارتفاعات التي تصل إلى حوالي 10 النقطة المئوية. فوتسي البريطاني أيضا بحدود 0.25% من الارتفاعات. فقط لدينا بعض التراجعات على مؤشر النرويج ب 13 نقطة المئوية، إيباكس الأسباني أيضا بحوالي 20%، ولكن ارتفاعات أيضا طفيفة على كل من كاكارونت الفرنسي بحدود 10%، وكذلك على داكس الألماني. سنكون على متابعة لما يجري في العالم مع سيد فراس ملاح، وهو المدير التنفيذي لإدارة الأصول في بنك مونتريال. أهلا بك معنا سيد فراس، نورتنا باستوديو. لنبتدأ في المنطقة الآسيوية وما يقوم به بنك اليابان من خطط لتحفيز الاقتصاد الياباني عبر ما يسمى بالهوليكوبتر موني التي قام بها أو سيقوم بها خلال الأيام الحالية. إلى أي مدى قد تنجح هذه الخطوة في تحفيز الاقتصاد برأيك؟ في شك على قديش ممكن التيسير الكمي بعد يشتغل بطريقة أو بأخرى، يعني بس نشوف أنه بدأوا يشتروا بسوق الأسهم لحتى يحفزوا سوق الأسهم يعني عبر الـ ETFs. يعني وصلنا على مرحلة على آخر أدوات التيسير الكمي اللي ممكن يستعملها البنك المركزي، وصار في شك شوي أنه لازم يمكن يزودوا الفيسكال ستيمولوس التحفيز المالي. مشان هيك في مترقبين بسبتمبر اجتماع مهم بين وزارة المالية وبنك المركزي لإعادة صياغة خطة تحفيزية جديدة لليابان ممكن تأثر إيجابا، بس في شك عامة بالأسواق على قديش ممكن يكون في مفعول إيجابي من تيسير. اليوم وصلوا على مرحلة مع كل التيسيرات اللي عملوها بعد ما في نمو اقتصادي، واهم شيء ما في انفليشن، ما في تضخم، يعني ما عم يحصل تاثير مثل ما متوقعينه. ولكن لماذا لم يتم تقبل خطه التحفيز التي قام بها بنك اليابان؟ لم يتم لانه متوقعين خطوه شوي اكبر بكثير او مبالغ اكبر بكثير، وما اجت هالمبالغ. السوق كان متوقع اكثر بكثير تحركات او تحركات جذريه اكثر. مثل ما بتعرفي في ثلاث اسهم حكي عنها ابي وقتها انه بيقدر يحارب المشاكل الاقتصادية باليابان. ثالث سهم هو أهم واحد، الإصلاحات الاقتصادية وبهيكلية الشركات. إذا ما تغيرت باليابان ما رح يقدر يتقدم اليابان بالسرعة اللي هن متمنيينها. طيب، ما هي الخيارات المتاحة أمام بنك اليابان لتنفيذها خلال الفترة المقبلة؟ أنت ذكرت بأنه هناك اجتماع وقد يقوم بإعادة هيكلة من جديد، ما هي الخيارات المتاحة؟ صراحة أنه في عدم في شك بالسوق على شو هي الخيارات الموجودة. ممكن يطلعوا بخيارات بعد أكثر تحفيزية لدفع الشركات على الاستثمار أكثر. اليوم كل ما يصير في حركة بأسواق المال اليابانية إيجابا لمساعدة الشركات عم يحصل يعني أو إعادة الأموال من الخارج إلى اليابان، وهالشي عم يأثر على حركة اليان بطريقة سلبية، أو أنه الشركات عم تعيد شراء أسهمها شير باي باك، أو عم تعمل استحواذات، وهذا مش المطلوب. المطلوب الاستثمار بالاقتصاد الياباني لنمو العمل والمعاشات والاقتصاد محليا. بعتقد انه رح نشوف قرارات ممكن تغير قوانين كيف الشركات تستثمر او تحفز الشركات على الاستثمار. بلشنا نشوف بوادر لهالشيء، انه وزاره الماليه دوبلت لل 24 مليار كميه التحفيز يلي بتعطيه للشركات مشان تنمي اشغالها مع التصدير لبرا. طيب، قد يبدو بانه اليابان الين الياباني يتعرض لبعض الضغوط، هل نتوقع وصوله الى مستويات ال 100 ين امام الدولار الامريكي؟ ممكن، بعتقد انه شهر ايلول رح يفرجينا اكثر بكثير وضوح. طيب، سنبقى واياك طبعا في المنطقه الاسيويه والاوروبيه، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا مشاهدينا معنا. ونعود إليكم مجددا مشاهدينا. طبعا أذكركم بأنه لدينا في الاستوديو السيد فراس ملاح، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في بنك مونتريال. أهلا بك معنا سيد فراس من جديد. هذه المرة نقفز إلى المنطقة الأوروبية. عدد من البيانات المترقب صدورها كمؤشر مديري المشتريات الألماني وأيضا مديري المشتريات المركب الأوروبي، بالإضافة إلى الخدمي البريطاني، وجميع هذه البيانات هناك توقعات بتراجع أرقامها. البعض يعزيها يعني لخروج
الخروجه او البريكزيت لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ البريكزيت بعتقد له طبعا مفعول سلبي على هالارقام، بس النمو الاقتصادي الاوروبي كان متعثر، يعني عم نحكي عن ممكن 1-1.5% رح يطلع على السنه الكامله، لهلا توقعات انه 1.5% على كل المنطقه. طبعا بريطانيا كانت اعلى نمو 2% تقريبا على النصف الاول، بس البريكزيت رح ياثر على نموها. اجمالا البريكزيت بياثر على سعر صرف الباوند بطريقه ايجابيه، بس عم ياثر على يعني تصدير البريطاني بطريقه ايجابيه مع ترخيص الباوند. هيدا المفعول الوحيد الايجابي اللي ممكن نلاقيه بكل البريكزيت، انه الباوند ضعف وبالنتيجه التصديرات البريطانيه رح تتحسن. غير هيك كل مفعول البريكزيت لليوم باوروبا سلبي، لانه في شك وفي عدم وضوح على كيف بدها تتطور المفاوضات مشان خروج بريطانيا من الاتحاد، وهالشيء عم ياثر على كل ارقام البي ام اي باوروبا. طبعا الاعمال اللي منا مضطره تستثمر ما عم تستثمر هلا، وقفي على جنب ناطره لنشوف شو نتائج المحادثات. حتى يعني بيانات التجزئه البريطانيه رايناها الصادره عن الاقتصاد البريطاني رايناها بادنى وتيره تقريبا تصدر منذ شهر اغسطس صح الماضي. صح، والبي ام اي مؤشرات الشراء تبع الكونستراكشن اندستري اللي هي صناعه العقار بادنى مستوى من 2008 كمان، يعني مش يعني الارقام سلبيه على كامل القطاعات ببريطانيا. طيب، هناك توقعات بأن يقوم المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، إلى أي مدى هذا قد يؤثر على الاقتصاد الأوروبي، ولماذا قد يقوم بهذه الخطوة خلال هذا العام؟ مضطرين بعتقد انه يقوموا بهالخطوه، لانه بعد النمو منه عم يوصل للمعدل اللي عم يفتشوا عليه، ومنه عم نقدر نوصل على التضخم اللي عم يبحثوا عنه. رح ياثر اسعار الفوائد رح تاثر سلبا على القطاع المصرفي بالطبع، اللي هو اساسا غير متعافي يعني اساسا، وبعد لهلا ما يعني فينا نقول انه عنده بعض مشاكل بموجوداتهم كبنوك اوروبيه، وبعد ما وصلوا لمرحله انه يقدروا يقولوا عندنا خسائر بهالقد، عندنا موجودات منا منيحه بهالقد او متعثره، ونقدر نخلص موجوداتنا بس نتقدم بموجودات يعني باسيتس احسن او هيلثير اسيتس. القطاع المصرفي رح يتاثر، وبالتالي قطاع كل شيء استداني او قطاع يعني اللاندنج باوروبا رح يتعثر، وهالشيء رح يصعب الامور على بقيه القطاعات. بقى من ناحيه انه هني عم يحاولوا يقلصوا الفوائد ليسهلوا الاستثمار، ومن ناحيه ثانيه المشكله ما كانت بس الاستثمار، كانت السنتمنت ان جنرال، شو بنعمل نحن بالشك وعدم الوضوح، انه ما عارفين شو رح يصير مع بريطانيا، واذا ظهرت بريطانيا شو هالشيء رح ياثر على بقيه البلدان الاوروبيه، هل رح يحفز بقيه البلدان الاوروبيه يلي منا 100% ملتزمه باوروبا انها تتحاول تطلع هي كمان مثل يعني فينا نفكر كل البلدان اللي اليمين السياسي اخذ الحكم او عم ياخذ الحكم، فينا نفكر بايطاليا، فينا نفكر يوما ما يمكن بفرنسا يكون فيها تيار سياسي يطالب بالخروج، يعني وكل البلدان يلي مثل اوروبا الجنوبيه يلي من زمان عم ينحكي بتطلع، طيب يعني بصير في كالبرتغال واليونان. صح، اذا وجد سيناريو للخروج من اوروبا وقدر يتنفذ عمليا واقتصاديا، ساعتها النظريه انه حيالله بلد ممكن يطلع صارت موجوده وصارت واقعيه، وهيدي اخطر شغله عن موضوع البريكزيت باوروبا. ولكن هل الأرقام تشير إلى أنه قد يتعافى الاقتصاد البريطاني أو ينمو على الأقل بعد خروجه من البريكزيت؟ ممكن، نحن صار في كتير حركة سلبية بالسوق عامة بعد إعلان البريكزيت، لأنه كان كل السوق عم ياخد مواقع متوقعة أنه يضلوا جوا، يعني البوزيشنز ستوك ماركت كان عم ياخد مواقع متوقعة أنه تبقى بريطانيا، اليوم ما بقيت، بقى صار في شوك صدمة على السيستم، اليوم رجع السيستم لطبيعته، وبنطلع بنلاقي أوكي بريطانيا قررت تطلع، وبريطانيا كمفعول ضعفت عملتها، وعلى المدى الطويل ممكن يتحسن اقتصادها بسبب ضعف عملتها،
وما راح تخسر الشركاء الاقتصاد الاوروبيين تبعها، انه راح يضلوا يستوردوا من المانيا سيارات، وراح يضلوا يستوردوا الاكل من فرنسا اتسترا اتسترا. سو اليوم التقلص ما راح يصير بطريقه مباشره للاقتصاد مع اوروبا، ولكن انخفاض سعر الاسترليني راح يساعد بالاستثمار الاجنبي الى داخل. والتوقعات بانه المركز البريطاني بتخفيض معدلات الفائده، هل يساعد بتخفيض سعر الاسترليني؟ طبعا راح يساعد، وطبعا راح يساعد بتحفيز الاقتصاد الانجليزي البريطاني. راح نشوف شو القرار، مضطرين بعتقد انه ما بقى عندهم خيار، انه مضطرين ينزلوا 25 نقطه بسبتمبر. نعم، انا اشكرك على هذه المشاركه سيد فراس ملاح، وانت المدير التنفيذي لاداره الاصول في بنك مونتريال. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه.